خبر النهاردة مش جديد علينا، لأن احنا كل فترة بينتشر أخبار وحوادث زيه، وهو إن دكتور جامعي قام بإهانة أحد الممرضين عنده وصوره، وهو بمعنى أصح بيبهدله، والدكتور طبعا بيضحك ومبسوط هو وزمايله. قبل ما ندخل في الخبر، حابة أفكركم بقصة اتكتب عنها قصيدة للرائع أحمد فؤاد نجم، وهي قصيدة كلب الست. قصة القصيدة دي الحكاية بقى إيه؟ الولاد بتوع معهد التربية الرياضية في الهرم كانوا هيعملوا يوم رياضي مع كلية فنون الزمالك اللي هي جنب فيلا أم كلثوم. شباب بقى وماشيين يغنوا وبتاعوا، عارفة الشباب أنت. فأخونا الكلب ده راح كده بص، راح ناطط من السور ونشن على أفقر طالب وراح جايب رجله. العيال جروا بتاع شباب راحوا نقطة كوتسكا في الزمالك، فالضابط تعاطف معهم شاب زيهم وكتب لهم المحضر بحماس، وفجأة قالوا له فرن شوية ده كلب أم كلثوم. راحوا جايبين وكيل النيابة، ده مع الأسف الشديد، لا مش مع الأسف، أنا أشكر الظروف اللي حطتني قدامه وحقق معايا مرتين في السياسة. كتب إيه بقى عشان يحفظ التحقيق؟ حيث أن الخدمات التي أدتها أم كلثوم للدولة كفيلة بأن تعافيها وكلبها من المسؤولية الجنائية أمر بحفظ التحقيق. اللي استفز نجم وخلاه يكتب القصيدة ديت إن في حوار صحفي مع إسماعيل المعدود قال أنا سعيد لأن الكلب اللي عضني هو كلب أم كلثوم. الخلاصة من القصة دي إن اللي إيده طويلة ما يهموش لا هو ولا كلبه من حد. ندخل بقى على خبر النهاردة، وخبر النهاردة فيه كلب بس كلب مختلف شوية. دكتور، وأنا أسفة جدا إن أنا بقول دكتور دي، عمرو خيري محمود رئيس قسم العظام كلية طب عين شمس ومستشفيات الدمرداش، ومتخصص في عمليات الخلايا الجذعية للعظم، ومتخصص في عمليات تبديل المفاصل الكوع والورك والركبة، زائد كمان إن هو متخصص في عمليات التحفيز العميق للدماغ، وهو حاليا شغال في مستشفى النزهة الخاصة. دكتور عمرو الكلب بتاعه جاله على المستشفى وأمر الممرض اللي اسمه عادل سالم إنه ياخد الكلب يوديه على المكتب بتاعه واللي على علاقة بيه من 30 سنة، وده على كلامه طبعا. بعدين عرف إن عم عادل اتريق على الكلب بتاعه لما عرف إن هو هيسافر يصيف السنة دي في الساحل، وعم عادل قال ليه يروح الساحل، إحنا نوديه القلق، والقلق دي قرية عم عادل التابعة لمحافظة القليوبية. الدكتور طبعا ما عجبوش الكلام، وازاي عم عادل يتريق على الكلب بتاعه ابن البهوات والبشوات ويقول انه يروح يصيف في القلق، يروح يصيف كده مع شويه الاوساخ ولاد الكلب دول؟ ده طبعا على كلام الدكتور. بطل تغلط في الكلب. فازاي بقى حته الممرض ده يتريق على كلب الدكتور المحترم؟ يقوم الدكتور المبجل يعمل ايه؟ يجيب شويه دكاتره معاه ويجيب الممرض ده ويتفننوا في اهانه عم عادل. عملوا ايه؟ اتنين من الدكاترة كل واحد فيهم مسك طرف حبل وأمر عم عادل انه ينط الحبل، لا وايه لو اتشنكل او وقع يضربه بالعصاية زي ما كان بيحصل معانا زمان في ابتدائي، ويعيد العد من الاول تاني. واحد مش هتنطها عادل، هتضرب. اتنين تلاتة اربعة. والله هم اللي ما بيعرفوا، والله هم يا دكتور عم بتفرح بسم الله. خمسة. يلا خلصنا من موضوع نط الحبل، نخش على العذاب التاني وهو انه يصلي ويسجد للكلب بتاعه. هو مش بس كده، ويقول كمان استغفر الله العظيم، يعني الله اكبر. وده بيفكرنا بحمزه البسيوني مدير السجن الحربي ايام جمال عبد الناصر، وده من الناس اللي كانوا بيتلذذوا بتعذيب المساجين. حمزه البسيوني مره واحد من المسجونين اللي كانوا بيتعذبوا تحت ايده ساله سؤال، قال له هو انت ما بتتقيش ربنا؟ راح رد عليه بكل برود وقال له استغفر الله العظيم برضو، يعني لو ربنا بتاعك ده نزل هحبسه في سجن انفرادي. ما علينا، عم عادل قال له لا وانا ما اسجدش ولا اصلي غير لربنا. يقوم الدكتور يقول له ايه، انت مالك، انا اللي هشيل الذنب مش انت. تعالى بقى استنى بقى استنى بقى، صلي للكلب. صلي للكلب. صلي للكلب. يلا متشطاني انا. صلي في ناس بره، صلي للكلب قول والله اكبر. لا يا بيه مش هينفع والله عليك، هتشيل ذنب ولا هشيل ذنب؟ انا هشيل ذنبك. لا اضرب له تعظيم سلام ولا اعمل له تعظيم سلام.
نخلص من العقاب دوت، نخش على العقاب الثالث والاخير، وهو ان عم عادل لو ما نفذت اوامره دي هيكهربه. ايوه والله زي ما بقول لكم كده، لا وفعلا طلب سلك ومشترك علشان يكهربه. وكل ده ليه؟ علشان اتريق على الكلب بتاعه، وبيقول انت ازاي تتريق على الكلب بتاعي، الكلب ده عرضي. عرضك ليه؟ هو انتوا كنتوا راضعين على بعض؟ خلاص يا دكتور معتز بقى، حط لي ثانيه بقى الخطوه الثانيه، حطوا لي في الفيشه، يلا حط لي في الفيشه هات المشترك. هنبتدي الكهرباء. انا بطمن عليك ولا عليك، انت بتقلق عشان ما مش عليا خالص. انت اهنت كلبي ودي ثالث مره والثالثه ثابته معايا بيه. يلا اتفضلوا اسمعوا معايا، عايزين الكهرباء. يلا كهرباء يلا. ما بهرج معايا دكتور عمرو. مع مين؟ مع مين؟ محبوب المحبوب برضه. هو ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. عشان تتريق عليه وهو جاي في العربيه عشان ياخدني بجلاله قدره. اللي لفت نظري بقى ان كان موجود في الاوضه دي اكتر من 3 دكاتره تانيين. بس الغريب ان مفيش ولا واحد فيهم قال كفايه، ولا قال حرام، ولا قال حتى الراجل سنه كبير وما ينفعش اللي بيحصل فيه دوت. طب دول كانوا ساكتين ليه وما قالوش للدكتور بتاعهم لا ليه؟ خايفين منه؟ واحد زي الدكتور عمرو ده المفروض يكون قدوه لتلاميذه. بطريقه تفكيره واخلاقه دي ازاي هيكون قدوتهم؟ بلاش، تخيلوا بقى تلاميذه دول هيكونوا عاملين ازاي. تعليق جامعه عين شمس عن الحادثه دي انها نفت ان الحادثه دي حصلت في مستشفياتها، وقالت كمان ان الدكتور ده اتحول للتحقيق. تعليق الدكتور عمرو بقى ان الجزء الاخير من الفيديو متفبرك وانه مش حقيقي، وقال ان اكاونت الواتساب بتاعه تم تهكيره، وبالتالي ان الموبايل كله اتهكر بالحاجات اللي عليه، زائد كمان انه وضح ان الفيديو ده متصور من 3 سنين وان هو اللي مصوره، وقال انه بيجي له رسائل من حوالي شهرين كده من ساعه ما الموبايل بتاعه اتهكر بابتزاز، وان اللي هكره عايز فلوس مقابل الحاجات دي، علشان كده نشر الفيديو دوت وفبرك اخر حته في الفيديو بتاعه الصلاه والسجود علشان خاطر ياخد منه فلوس. وقال كمان انه هيعمل دعوه قضائيه ضد اللي نشر الفيديو مقابل التشهير والمساواه. تعليق بقى استاذ عادل الممرض، وقال ان هو استحمل الاهانه والذل اللي حصل له دوت في سبيل لقمه العيش، وقال كمان ان هو متضايق من شكله اللي بقى وحش جدا قدام اسرته واهله وجيرانه، زائد كمان انه ذكر ان مفيش اي حد من اداره المستشفى تواصلت معاه بعد انتشار الفيديو، مفيش غير مديره العيادات اللي كلمته وقالت له ان في حد من جهه امنيه مختصه هيتصل بيك وهيسالك اسئله جاوب عليها بكل صراحه علشان يستفسر عن الحادثه بالظبط. ونهى كلامه انه حاسب على الدكتور اللي دمر له حياته وحياه اسرته، خصوصا انه عنده بنت محاميه وكان نفسها تقدم في كليه شرطه، بس للاسف مش هتعرف بعد اللي حصل لباباها. فانا مش قادر ارفع راسي في وسط البلد، وانا قادر ارفع راسي قدام عيالي واولادي. طبعا انا معلمهم تعليم كويس، فده اثر عليهم جامد. ما كنتش اتمنى طبعا يحصل ده. وفي النهايه هنوصل لجواب واحد لكل التساؤلات بتاعتنا، وهو ان اللي ظهر ما بيتضربش على بطنه، واي حد معاه نفوذ في البلد دي قادر يدوس على كرامه اي بني ادم. حتى الرقابه اللي بيعملوها مش بتتنفذ غير على الناس البسيطه، وحوادث كتير جدا انتشرت لضباط بيضربوا مدنيين وكمان محاميين بدون اي وجه حق، والناس البسيطه هي اللي بيقع عليهم العقاب الكامل حتى لو كانوا مظلومين. الزمالك من سنين وفي حمى النيل القديم، قصر من عصر اليمين، ملك واحده من الحريم، صيتها اكتر من الاذان، يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين. ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام، صيت وشهره وتل مال، يعني في غايه التمام. أسره يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة، بس ربك لاجل حكمة أم حرمها من الأمومة. والأمومة طبع ثابت جوه حواء من زمان، تعمل إيه الست جابت فوكس رومي وله ودان؟ فوكس ده قبل أمالتك عنده دستة خدامين، يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه. يا اسمعي اسمعين، ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين اللي داخلوا في المعاهد والمدارس من سنين.